أهلا بكم في أجو. وفي حلقة اليوم، عملية طعن في مستوطنة آدم تتصدر التفاعل على مواقع التواصل، وأيضا حفل جوليا بطرس الفني في عمان يثير جدلا سياسيا على تويتر، وأيضا سنتحدث عن خسوف القمر الذي أشعل مواقع التواصل حول العالم. تصدرت عملية الطعن الذي نفذها الشاب الفلسطيني محمد طارق اهتمام المغردين على منصات التواصل في الأردن، حيث تداول الناشطون صوراً للشاب محمد بالإضافة لعبارات تحيي بطولته، وحصد هاشتاج عملية آدم أكثر من 6000 تغريدة حتى هذه اللحظة. وفي بعض التغريدات على الهاشتاج كتب يوسف عبر تويتر: آخر منشور للفدائي الشهيد محمد طارق يوسف منفذ عملية آدم على حسابه في فيسبوك. في فيسبوك كتب: قبل ساعة من تنفيذه عملية الطعن، هذا الفتى خرج ليثأر لكل الأطفال الذين قتلهم الجيش الصهيوني خلال الأشهر الماضية. نحن لا نودع شهداء، نحن نزرعهم في أرض الثورة والعزة والكرامة. أما سارة كتبت أيضا عبر تويتر: الخائفون لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلفون الكرامة، السلام على روحك التي قاومت حتى النفس الأخير. وأيضا تم تداول العديد من مقاطع الفيديو عبر مختلف مواقع التواصل توثق لحظة انهيال قنابل الغاز اليوم في باحات المسجد الأقصى. لنشاهد. تحول الحديث حول حفل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس في عمان اليوم إلى صراع بين مؤيدي ومعارضي النظام السوري. التفاعل كان تحت هاشتاج أردنيون نرفض وجود جوليا. الهاشتاج لقي تفاعلا واسعا بين المغردين، بينما ذهب بعضهم لانتقاد الأسعار المرتفعة لتذاكر الحفل التي وصفها المغردون بالخيالية. دعونا نشاهد. نبقى في أجواء الفن، حيث نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو قصير عبر صفحاتها على مواقع التواصل لترويج حفلتها الليلة في مهرجان جرش. الفيديو حقق متابعة عالية تجاوزت 30,000 مشاهدة. حلا السرابي خريجة إدارة أعمال وتعمل في مجال الدراسات والأبحاث. حبها لقراءة الكتب دفعها لإنشاء صفحة على إنستغرام تقوم بعرض تجربتها في القراءة، كما توثق هذه التجربة عبر منصة الإنستغرام. دعونا نرحب بضيفتي حلا. أهلا بك حلا. أهلا محمد، شكرا على الاستضافة. في البداية رح نحكي فكرة تدوين ومراجعة الكتب عبر الإنستغرام. كيف بلشت الفكرة وكيف تفاعل معك الجمهور عبر الانستغرام؟ اوكي، بلشت الفكره قبل سنتين. انا كثير بقرا كتب بوقت الفراغ تبعي، وكثير ناس بيسالوني ايش قريتي، ايش حبيتي، ايش ما حبيتي. فمره كنا قاعدين وقررنا انه نعمل صفحه على الانستغرام نكتب فيها عن الكتب اللي انا قريتهم، ايش حبيت فيهم، ايش ما حبيت فيهم، وهيك بلشت فكره المدونه. هلا
في تفاعل كثير من الناس، بالاول بلش شوي شوي بس هلا قربنا نوصل ل 7000 متابع، فبتقدر تحكي انه في متابعه. تمام. طيب هدفك من انشاء صفحه لتدوين ومراجعه الكتب، شو الهدف من الموضوع؟ هلا الهدف الاساسي هو انه ننشر حب القراءه، بس غير هيك انا برضه في كثير كتب بسمع عنها بتكون على اساس انها كتب منيحه او حلوه بقراها بتطلع مو كثير مفيده، وبنفس الوقت في كثير ناس بيحكوا عن كتب انها مو حلوه انا بقراها بتطلع حلوه، فبحاول عبر هاي الصفحه اني اعطي خلينا نحكي وجهه نظري للكتاب انقلها للقارئ، وهو يقرر بذاته اذا بده يقرا هذا الكتاب المعين او ما بده يقرا حسب ما انا ايش اعطيتهم تيبس او معلومات او نصائح. تمام. طب حالة ليه اخترتي الانستغرام، منصة الانستغرام لمشاركة هاي التجربة مع الجمهور؟ هلا انا بحب انستغرام، بحسه سهل للاستعمال، وبحب طريقة انه نعرض الصورة بعدين نكتب الكتابة تحتيها، وبصراحة مش كتير بستعمل ميديا اخرى او قنوات اخرى زي الفيسبوك او تويتر، فضليت على انستغرام. طب بالنسبة لمدوني الكتب في الأردن، هل في لقاء بينك وبينهم؟ في لقاءات بتصير؟ هلا ما في لقاءات، بس أنا بعرف كثير مدونين آخرين بالأردن وبالمنطقة وبالعالم، هم بيتابعوا صفحتي وأنا بتابع صفحتهم. ما في لقاءات، بس ممكن بالمستقبل نعمل زي مشروع اللي هو بوك كلب أو نادي القراءة، إنه نجيب كتاب ونقرأ مع بعض ونناقشه مع بعض. طب هل في تواصل مع مدوني كتاب خارج الأردن؟ يعني بنقدر نحكي على انستغرام بس بخصوص كتب طلعت جديد، ايش حبينا ايش ما حبينا، يعني تواصل على الصفحه نفسها. طيب هل مثلا لو في كتاب ممكن 500 صفحه او اكثر، ممكن تلخصي تجربتك بقراءه هذا الكتاب في فيديو مده دقيقه، هل هذا شيء سهل بالنسبه لك او صعب؟ هلا هو شوي بده وقت، يعني كتاب 500 صفحه يعتبر كتاب كثير طويل، مش اي حدا مستعد يقرا كتاب 500 صفحه، بس مرات بنفس الوقت بتكون تجربه القراءه سهله، الصفحات بيمشوا بسرعه، فانا هاي الاشياء كلها بكتبها في اللي هي خلينا نحكي تقييم الكتاب، انه كان سريع، الاحداث مشوقه، بشجع الناس يقروا. اي كتاب بيكون بطيء احداثه شوي بتزهق برضه بحكي. طب ذكرت كلمه او تقييم الكتاب، شو هي الاسس اللي بتقيمي عليها الكتاب بشكل مضمون؟ يعني ايش الاساس اللي بتعتمديه لما تقيمي الكتاب؟ اوكي، انا دائما بحس انه التقييم كثير مهم، اللغه فيه، يعني ما بدنا نقعد نقرا شيء يكون كثير صعب لغته، القراءه لازم تكون سهله، لازم تكون ممتعه، تخلي القارئ يقدر يفوت بالكتاب، فلغه الكتاب، القصه اذا حلوه مشوقه بتزهق يعني صعبة، في أشياء تانية زي مثلاً الحبكة، خلينا نحكي إنه إيش بيصير مع الشخصية الأساسية وكيف بتخلص القصة. مرات في كتير كتب كتير حلوة بس نهايتها للأسف بتكون خلينا نحكي مش زي ما توقعناها، فهذا كله بيروح على التقييم. حلا السرابي مدونة الكتاب، شكراً لك على هذه الاستضافة. شكراً محمد، شكراً كتير. تداول الناشطون في تونس مقطع فيديو يوثق حالة الحلا بين الركاب، قطار كان قد توقف فجأة بعد انطلاقه بسرعة كبيرة من دون وجود سائق مسؤول، مسؤول تونسي قال إن القطار توقف في إحدى المحطات من أجل أن يتأكد السائق من عطل فني، لكن الأبواب أغلقت وانطلق القطار بسرعة ولكن من دون سائقه. لنشاهد. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية أجو لهذا اليوم، بإمكانكم دائما مشاركتنا قصصكم وأراءكم عبر صفحات قناة المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر تطبيق الواتساب من خلال الرقم الظاهر أمامكم، ودائما للمزيد من الأخبار والمواضيع زوروا موقعنا الإلكتروني المملكة tv.com. إلى اللقاء في موعد نفسه يوم غد.